أمامية مونشاري، يوسف شفيق يرسلها في العمق ناحية اللاعب هشام الفاتحي، أقرب إليها مدافع النادي الرياضي الصفاقسي، وفي الأخير تدابير التماس أداء أقل من المتوسط. وقلت الطريقة التي يلعب بها الصفاقسي هي التي تجعل المشاهد هذا المستوى، وهذه الجماهير المغربية تصنع الحدث في المدرجات. مسيرة الدار البيضاء مداها يصل حتى للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، والرسائل واضحة. مفادها المغرب واحد، من طنجة إلى الكويرة، باعتزاز بأراضٍ عزيزة هي الصحراء المغربية.